في مخيم كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور بالسودان، تعاني نساء سودانيات من سوء التغذية لأطفالهن، بل ويعجزن على إنقاذهم وسط أزمة غذائية حادة طالت الملايين في جميع أنحاء البلاد. يعد السودان من أفقر دول العالم، حيث يواجه ثلث سكانه البالغ عددهم حوالي 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة، وتفيد الأمم المتحدة بأن قرابة 3 ملايين طفل في السودان دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية الحاد. سوء تغذية الحاد يمكن أن يصل بأطفال كثر إلى الموت، وهو ما تؤكده مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزلي، التي قالت إن أكثر من 100,000 طفل في السودان معرضون للموت نتيجة سوء التغذية إذا تركوا من دون علاج. هذا ما حصل بالفعل مع عديد الأطفال في هذا المخيم الذي ذكرناه في البداية، حيث سجلت منظمة لايت ايد للمساعدات الإنسانية وفاة 63 طفلا في المخيم وفي جواره العام الماضي بسبب سوء التغذية. وتفيد المنظمة في أرقام مقلقة أن ثلث الأطفال دون سن الخامسة أقصر من المعدل المتناسب مع أعمارهم، وأن ثمة انتشارا لمرض التقزم أو القزامة لما يزيد عن نسبة 40% في ما يقرب من نصف مناطق السودان. ولا يعد انعدام الأمن الغذائي بالأمر الجديد على سكان مخيم كلمة، وهو الأكبر للنازحين في دارفور، إذ يضم نحو 120 ألف نازحا منذ اندلاع نزاع في دارفور عام 2003. ومع تفاقم الصعوبات الاقتصادية واستمرار العنف القبلي من حين لآخر، يؤكد أناس أن الأوضاع تزداد هناك تدهورا وسوءا. نرحب الآن حول الموضوع مباشرة من الخرطوم بالسيد محمد عثمان ميزان، الخبير في مجال التغذية ببرنامج الغذاء العالمي بالسودان. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذا عندما ربما يكون هذا الوضع بهذا السوء وفق ما تفيد به تقارير أممية وصحية حول العالم، هل هذا يعني أن المنظمات التي تكافح سوء التغذية هناك وتحاول تقديم الدعم الغذائي، هل يعني ذلك أن الأمور خرجت عن نطاق قدرتها على المساعدة؟ طيب، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا. نحن نعتقد أن سوء التغذية في السودان ليس بمعزلة عن العالم أجمع، فدول أفريقيا وجنوب الصحراء بالتحديد تعاني من أمراض سوء التغذية، وهو المهدد الرئيسي. ما يزيد الأمر تعقيدا كما ذكر يعني في التقرير، موجات النزوح واللجوء من وإلى دول الجوار، حيث يستضيف السودان ملايين من النازحين في مخيمات اللجوء في دارفور وفي شرق السودان، بالإضافة إلى اللجوء لبعض المجموعات في شرق السودان. هذا كله يعقد من الأمر ويزيد من المعاناة الحقيقية، وبالتالي يكون ذلك خصما على الغذاء الموجود أصلا في المجتمعات. وبالتالي نجد أن في التقارير الأخيرة بجانب المعدلات بتاعت النزوح واللجوء وأمراض سوء التغذية العالية، إنه سوء التغذية انتشر وسط الفئات أو وسط السكان الموجودين في تلك المناطق، فهي مشكلة يعني كبيرة جدا وبتعاني منها معظم ولايات السودان. فهذا جزء من 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 حاجة من حاجة كام يعني متكاملة. فمثلا في آخر يعني مسوحات غذائية كانت النسبة أعلى من المعدلات الطبيعية، وحسب حتى المؤشرات العالمية. نعم. مؤشرات الصحة العالمية. نعم سيد محمد عثمان، يعني هو عذرا على المقاطعة، وفق المعلومات التي لدينا هي ليست فقط مشكلة غذاء أو مشكلة أزمة غذائية، هي أيضا مشكلة صحية، لأنه هناك أمراض أصبحت تظهر، أمراض ناتجة عن سوء التغذية، فربما المشكل مضاعف هنا، ما رأيك؟ نعم، أنت محق في ذلك. فأسباب سوء التغذية مقسمة إلى قسمين، جزء متعلق بعدم الكفاية في الغذاء أو التناول اليومي بالنسبة للغذاء، أما الآخر فمتعلق بضعف الخدمات الصحية. فدي كلها بتنتج منها يعني وفيات ومرضى بسبب سوء التغذية. أضف إلى ذلك برضو يعني في 3 أنواع من سوء التغذية تقريبا. الأول كما ذكر في التقرير أنه سوء التغذية الحاد، وذا السودان سجل معدلات عالية. أضف إلى ذلك في سوء التغذية المزمن،
وهذا أيضا أو كما يسمى بالتقزم. وحسب آخر تقارير إنه المعدلات أيضا يعني تفوق المعدلات اللي مذكورة بوسط الصحة العالمية. أضف إلى ذلك يوجد نوع ثالث وهو نقص المغذيات الدقيقة. ونقص المغذيات الدقيقة ينتج عنه أمراض يعني كثيرة مثل الأنيميا وأمراض مثل الغدة الدرقية، فهي أيضا يعني متوفرة يعني بصورة يعني كبيرة جدا جدا، وخاصة وسط النازحين واللاجئين على مستوى مع المعسكرات وفي السودان بصورة عامة. واضح، نشكرك نعم. جزيل الشكر على مشاركتك معنا في النقاش. من الخرطوم السيد محمد عثمان ميزان، الخبير في مجال التغذية ببرنامج الغذاء العالمي بالسودان، شكرا جزيلا.